عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. ونعوذ بالله تعالى من أهل الكفر والشرك والضلال، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبابي الكرام، بإذن الله عز وجل سنعطيكم دعاء بإذن الله يكرره الإنسان ولو 7 مرات لتيسير الزواج بإذن الله عز وجل، ولهلاك المس العاشق الذي في الجسد، يعني نعمل ضده حتى نهلكه بإذن الله. فأعطيكم هذا الدعاء، فبتوفيق الله عز وجل المرجو أخذ ورقة وقلم حتى تكتب الدعاء، ومن ثم تضعه أمامك وتكرره ولو 7 مرات. بسم الله نقول، والله ولي التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ الفاتحة بإذن الله ثم نقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يعني المرجو كتابتها: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. طيب، اللهم ارزقني زوجا صالحا. وبالنسبة للرجال: اللهم ارزقني زوجة صالحة يعينني على قضاء حوائج الدنيا يا رب العالمين، أو تعينني على قضاء حوائج الدنيا يا رب العالمين. قلنا بالنسبة للنساء تقول: اللهم ارزقني زوجا صالحا يعينني على قضاء حوائج الدنيا يا رب العالمين. بالنسبة للرجال: اللهم ارزقني زوجة صالحة تعينني على قضاء حوائج الدنيا يا رب العالمين. نقول: اللهم يسر زواجي، اللهم يسر زواجي، اللهم يسر زواجي. اللهم إني وليتك أمري وضيق صدري ففرج عني يا رب العالمين. اللهم إني وليتك أمري وضيق صدري ففرج عني يا رب العالمين. اللهم استجب دعائي وحقق لي ما في قلبي واجمعني بمن أحب. اللهم استجب دعائي وحقق لي ما في قلبي يا رب العالمين واجمعني بمن أحب. اللهم استجب اللهم استجب دعائي وحقق لي ما في قلبي واجمعني بمن أحب يا رب العالمين. اللهم اجعلني أبكي فرحا يا رب العالمين. اللهم اجعلني أبكي فرحا يا رب العالمين. اللهم اجعلني أبكي فرحا يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم للخير، وأن يعينكم عليه، وأن ينصرنا على الشياطين، وأن يغفر ذنبنا. إذا قرأنا هذا الدعاء أو استمعنا له أو كتبناه ورددناه بإذن الله عز وجل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنكم. هنا حينما نكرر هذا الدعاء، الإنسان اللي مصاب بالعين أو الحسد أو السحر أو المس العاشق، ربما يأتيه ضيق في صدره، وربما يأتيه خوف أو رعشة هكذا. فالمرجو كتابة أعراضك التي وقعت لك عبر الواتساب بإذن الله، ومن ثم نتعاون فيما بيننا حتى نصل لنهاية العلاج. والله ولي التوفيق، وحبكم في الله، والسلام عليكم.